السيدة حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة، 300 مليار دولار في العام، ناتج قومي 6 مليون نسمة، أقوى جواز سفر في العالم، 85 ألف دولار دخل الفرد سنوياً، تقريباً 7000 دولار شهرياً، أفضل مطار في العالم. امرأة مسلمة متزوجة من رجل ماليزي من أصل يمني، عاشت وزوجها بغرفة واحدة بداية تخرجهما من الجامعة. اجتمعت بالحكومة وقالت: أنا اسمي حليمة يعقوب، أما من إماء الله، أخشى الله وأخافه، من يريد أن يعمل معي لصالح الشعب السنغافوري فأنا أخته في الله، همي رفع مستوى المعيشة للمواطن السنغافوري ولا يعنيني غيرها. إنجازاتها: زيادة دخل سنغافورة ب 2 تريليون دولار، ارتفاع دخل المواطن السنغافوري إلى 85 ألف دولار سنوياً، أصبح جواز السفر السنغافوري أغلى جواز سفر بالعالم، وأصبحت نسبة البطالة 1%. أنجزت ما يقارب من 10,000 مشروع عملاق، أصبحت نسبة الفساد بسنغافورة 0. شطبت جميع الضرائب على المنتجات السنغافورية وزيادة الدخل القومي بنسبة 5 تريليون فائض. يومياً تصلي الفجر مع عدد من موظفاتها في المسجد العام في العاصمة، وبعد الصلاة تستمع لمشاكل مواطنيها. لم يكن أبداً الحجاب تخلفاً ولا رجل.